بالنسبه لداك الشيء اللي صفيت داك القشور ديال الحامض اللي كنا ديشات لينا من داك العصير، انا طاحت عليا واحد الفكره وقلت ندير بيه كوفيتي. المهم غندير هادشي كامل اللي صفيت من داك العصير ونحطو في كوكوت، وغنزيد عليه كاس ديال الماء، كاس ديال سنيده، وغنخليه على بوطا مهيله يطيب. انت اختي ونزيدو كاس ديال سنيده، ها هو وغنزيدو كاس ديال الماء غير باش يتعسل. الماء هو ديجا راه مضيف غير باش يطيب ويتعسل. صافي ونشعل عليه البوطا، صافي بوطا مهيلة باش يتعسل مزيان. ويلا اختي الحامض غالي، ولا واحد القشور شويه لاباس ما يمكنش تستغلو. عرفتي المذاق واعر، واخا قشور ما خديناش ديك القشره البيضاء، غير القشره الصفراء راه ما يمكنش المذاق زوين. او نحركو مره راكم عارفين كيفاش كنصايبو كوفيتير، راه بحال كنصايبو كوفيتير ديال الفريز، بحال كنصايبو كوفيتير ديال اي فاكهه. كنحرك مره على بوطه مهيله. انتما البوطه راه كتكون ناقصه بزاف. انتما صافي دابا غنطفي عليه البوطه شكل لا خليه حتى يبرد، وغنديرو فشي غنديرو فشي طاسه صافي، قرعه ديال الدجاج يا ربي ماشي طاسه، قرعه الدجاج صافي. انتما شي حاجه ما تضيع. ها هو كوفيتير يا اختي ديال قشرة الحامض اللي صفيناه من العصير. شتي كيف كيجي واعر، غجربوه والله ما غتندموا. مهم داك 5 كيلو ديال الحامض حتى حاجه ما ضيعناه فيها، خديناه كامل. ها انتم شتي كيف كيجي كوفيتير معلق على الزينات، وعرفتي المذاق خطير وحق الله. ديروه في لي طاق لي تشيز كيك من الفوق، ديروه في اي حاجه مع الخبز مع اي حاجه كيجي زوين. تجربوه ردوا عليا الخبر، ما تنسينيش اختي بشي لايك. الله يجازيك بخير. يلا السلام عليكم.